زي ما اتعودت كل سنه اني بعرفكم على الشاشات التلفزيون الجديده اللي بيتم الاعلان عنها في معرض سي اس للتكنولوجي. ففيديو النهارده اعرفكم فيه على اكتر شاشه ابهرتني في المعرض السنه دي، ويمكن تكون مفاجاه بالنسبه لك ان الشاشه دي مش شاشه اوليد ولا شاشه كيو دي اوليد، ولكن في الحقيقه الشاشه دي هي شاشه هايسنس 116 يو اكس تكنولوجي الاضاءه الخلفيه الار جي بي ميني ليد. وده هيكون مصطلح لتقنيه جديده بنسمع عنها لاول مره السنه دي. فيا ترى ايه هو الار جي بي ميني ليد، وايه هي الشاشات الجديده اللي هايسنس هتعلن عنها في 2025؟ فاقول لك على كل الحاجات دي دلوقتي، بس يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش عشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. هبدا باول حاجه ابهرتني في الشاشه دي وهو الحجم بتاعها، لان الشاشه دي زي ما انت شايف من رقم الموديل بتاعها ان هي 116 يو اكس، لان الشاشه دي بتيجي بمقاس 116 بوصه، وبكده دي هتبقى اكبر شاشه تلفزيون ممكن تشتريها السنه دي في 2025، لان هايسنس تغلبت بمقاس ال 116 بوصه ده على شاشه سامسونج الكيو ان 90 اف مقاس ال 115 بوصه، وكمان تفوقت على شاشه تي سي ال الاكس 955 ماكس مقاس ال 115 بوصه. هو الفرق في الحجم وبوصه واحده وبين الشاشات دي، ولكن صدقني في ناس ممكن تعمل اي حاجه في مقابل البوصه الزياده. اما تاني حاجه كانت مبهره ليا في الشاشه دي وهي انها بتستخدم تكنولوجيا جديده تماما في الاضاءه الخلفيه، وهي الار جي بي ميني ليد. هي ما زالت شاشه ال سي دي، ولكن عشان اوضح لك الفرق ما بين الار جي بي ميني ليد والميني ليد العادي، فلازم تبقى عارف ان كل الشاشات الميني ليد اللي موجوده في السوق دلوقتي بتبقى بتستخدم الضوء الازرق في الاضاءه بتاعتها، والضوء الازرق ده بيعدي على مجموعه كبيره من الفلاتر ومن ضمنها فلتر الكوانتم دوتس علشان يحول الضوء الازرق ده لاضاءه خضراء واضاءه حمراء، بالاضافه للضوء الازرق اللي بيعدي بشكل مباشر من الفلاتر دي، وعن طريق الدمج ما بين الثلاث الوان دول الاخضر والاحمر والازرق بتشوف الالوان اللي موجوده قدامك على شاشه التلفزيون. ونتيجه لان الطريقه دي في اضاءه الشاشه مش الطريقه الكفء بالشكل المثالي، فهايسنس قررت ان هي تطور الطريقه دي السنه دي، ولاول مره بتستخدم تقنيه جديده وهي الار جي بي ميني ليد. والار جي بي ميني ليد بيكون عباره عن ان الشاشه بيكون فيها بدل اللمبه اللي بتنور بالضوء الازرق بيكون في ثلاث لمبات صغيرين جنب بعض، واحده بتنور احمر وواحده بتنور اخضر وواحده بتنور ازرق، متجمعين تحت عدسه واحده. وبالطريقه دي بيبقى مصدر الضوء الاساسي بتاع الشاشه بيطلع الثلاث الوان الاساسيين للاضاءه الاخضر والاحمر والازرق بطريقه انقى من فكره ان هم يتحولوا من الضوء الازرق للضوء الاخضر والاحمر عن طريق مجموعه الفلاتر اللي من ضمنها فلتر الكوانتم دوتس. فالشاشه دي دلوقتي مش محتاجه الفلتر الكوانتم دوتس خالص عشان تطلع الالوان الزاهيه اللي كنا بنشوفها في الشاشات اللي زي مثلا الشاشات الكيو ليد او الشاشات النانو سيل، ولكن هتبقى بتعتمد على ان هي تبقى بتطلع الالوان بتاعتها بشكل مركز بشكل مباشر على طول من مصدر الاضاءه نفسه. بالاضافه لكده كمان في خاصيه اللوكال ديمنج اللي زي ما انتم عارفين ان هي بتكون عباره عن مناطق بتطفي وتنور في الشاشه بشكل منفصل، فاللوكال ديمنج السنه دي مش هيكون على مستوى النور بس انه يبقى بيطفي وينور، لا تقدر تقول ان اللوكال ديمنج السنه دي هيبقى ار جي بي لوكال ديمنج، لانه هيبقى بيتحكم في الثلاث لمبات اللي موجوده جوه كل لمبه ال اي دي زي اللمبه الخضراء والحمراء والزرقاء. فاللوكال ديمنج هيبقى بيتحكم في الالوان كمان، مش هيبقى بيتحكم في مستويات الاضاءه بس. والتقنيه الجديده دي في الاضاءه هيكون ليها اربع مميزات اساسيين. اول ميزه ان مش هيكون في اضاءه مفقوده نتيجه ان هي بتعدي على اكتر من فلتر زي فلتر الكوانتم دوتس، فنتيجه لان مفيش اي فقد في الاضاءه، فده هيساعد على ان البيك برايتنس او اقصى شده لسطوع الاضاءه يكون اعلى. وعلى حسب ما هايسنس اعلنت في المؤتمر الصحفي بتاعها ان الشاشه ال 116 يو اكس البيك برايتنس بتاعها هيوصل ل 10000 نتس، وده رقم مجنون يا جماعه. انا اول مره اشوف شاشه ممكن البيك برايتنس بتاعها يوصل لحد 10000 نتس. والميزه الثانيه اللي هناخدها من التقنيه الجديده دي في الاضاءه ان الطفل اللوني بتاعها هيكون اوسع، نتيجه لان الطول الموجي بتاع اللون نفسه هيكون انقى لانه جاي من المصدر على طول، يعني مثلا اللون الاحمر جاي من المصدر على طول احمر، مش جاي متحول من اضاءه زرقاء لاضاءه حمراء. فنتيجة لان الطول الموجي بتاع اللون نفسه هيكون انقى، ده هيساعد على ان الكالر جاموت او الطفل اللوني للشاشة هيكون اوسع. وبالطريقة دي على حسب ما هايسنس اعلنت في المؤتمر الصحفي بتاعها برضو ان الشاشة دي هتغطي 97% من الكالر جاموت او الطفل اللوني البي تي 2020، يعني تقدر تقول ان الطفل اللوني بتاع الشاشة دي هيتفوق كمان على الطفل اللوني بتاع الشاشات الكيو دي اوليد اللي بتغطي اقل من 97% من الطفل اللوني البي تي 2020. اما ثالث ميزة هنستفيد منها في الطريقة الجديدة دي في الاضاءة ان الشاشة هتكون موفرة اكتر في استهلاك الطاقة، وعلى حسب ما هايسنس اعلنت فالتكنولوجيا الجديدة دي هتكون موفرة في استهلاك الطاقة 20% اكتر من الشاشات الكيو دي اوليد. والسبب في كده ان الشاشة دلوقتي هتبقى بتنور الاضاءة اللي هي محتاجاها بس، بمعنى ان لو المشهد اللي معروض على الشاشة مثلا محتاج ان الضوء الاحمر بس هو اللي يكون منور، فده هيخلي الشاشة تنور الضوء الاحمر بس لان هي اضاءة ار جي بي وهتطفي الضوء الازرق والضوء الاخضر، على عكس الشاشات الكيو دي اوليد او الشاشات الميني ليد اللي هي بتستخدم الضوء الازرق فبتحتاج ان هي دايما تبقى منوره علشان تحول الضوء الازرق ده لاضاءه خضراء او اضاءه حمراء.
والميزه الرابعه اللي هنستفيد منها في التكنولوجي دي ان الشاشه دلوقتي هتبقى مريحه لعينك اكتر في الاستخدام لمده زمنيه طويله. والسبب في كده ان النتيجه دلوقتي لان الضوء الازرق بقى منفصل عن الضوء الاخضر والضوء الاحمر، فبقى عندهم الامكانيه في ان هم يتحكموا في الطول الموجي بتاع الضوء الازرق بشكل احسن، فبالتالي بيقدروا ان هم يخرجوه من المدى اللي بيكون متعب للعين لو انت بتستخدم الشاشه لمده زمنيه طويله بدون ده ما يكون ليه تاثير على قوه الاضاءه بتاعه الشاشه او النقاء بتاع السور. ولكن هايسنس ما قالتش في المؤتمر الصحفي بتاعها العدد بتاع الديمينج زونز هيكون كام بالظبط في الشاشه ال116 يو اكس، والسبب في ده ان هم شايفين ان الطريقه العاديه في حساب العدد بتاع الديمينج زونز اللي بيعتمد على حساب المناطق اللي بتطفي وتنور في الشاشه ده مش هيكون طريقه عادله علشان توضح المدى بتاع التكنولوجي الجديد او القوه بتاعه التكنولوجي الجديده بتاعه الار جي بي في اضاءه الشاشه. بالمقارنه لشاشه سامسونج الار جي بي مايكرو ليد اللي تم الاعلان عنها لاول مره السنه دي برده في معرض سي اس، وشاشه تي سي ال الار جي بي ميني ليد البروتوتايب اللي لسه ما زالت يعني نموذج مش جاهز للبيع دلوقتي، فشاشه هايسنس بتعتبر هي اول شاشه تراي كروما على حسب ما هايسنس بتقول على التكنولوجي الجديده دي. يعني هايسنس بتطلق على تكنولوجي الار جي بي ميني ليد دي، التكنولوجي دي بتسميها التراي كروما، فالشاشه دي بتعتبر هي اول شاشه تراي كروما جاهزه للبيع في سوق المستعمل. وطبعا علشان هايسنس تقدر تتحكم في التكنولوجي الجديده دي بتاع الاضاءه فكان لازم ان هي تطور معالج قوي جدا عنده القدره على انه يعمل كميه المعالجه الرهيبه دي للصوره، فهايسنس طورت معالج جديد السنه دي هيكون اسمه هاي فيو اي اي انجن اكس دول تشيب، وكمان المعالج ده هيكون مدمج معاه شريحه الميديا تك بانتونيك 800، وبالتالي ده معناه مش ان الشاشه دي هتكون فيها اربع مداخل اتش دي ام اي 2.1 بس، لا كمان الشاشه دي هتكون بتدعم الريفرش ريت او معدل التحديث ال 165 هرتز بدقه ال 4K علشان تاخد افضل اداء من الشاشه دي وانت بتلعب جيمز. مش بس كده، لا كمان على مستوى جوده الصوت فالشاشه دي هتكون بتدعم نظام صوتي 6.2.2 شانل، يعني هيكون في 6 قنوات للصوت العام بالاضافه لاثنين سب ووفر مع سماعتين اب فايرنج علشان تاخد افضل جوده صوت ممكنه، وكل النظام الصوتي ده مع حجم الشاشه العملاق هيكون محطوط في شاسيه حجمه رفيع جدا لان حجم الشاشه دي او السمك بتاع الشاشه دي هيبقى 4 سنتي بس. وزي ما انت شايف من الديمو كونتنت او المحتوى المعروض على الشاشات في المعرض قد ايه الشاشه دي مبهره على مستوى الدقه بتاعه الالوان وجوده الالوان ودرجات اللون الاسود اللي صعب انك تشوفها في اي شاشه ال سي دي موجوده دلوقتي، ويعني تقدر تقول ان يعني جوده الصوره بتاعتها مقاربه جدا للشاشات الاوليد. ولكن خلي بالك برضو من حاجه مهمه، ان المحتوى اللي معروض على الشاشه في المعرض بيكون محتوى معمول خصيصا للشاشه علشان يبين افضل حاجه فيها، فالافضل برضو انك ما تتسرعش في شراء الشاشه دي غير لما تكون متوفره في السوق بشكل كبير وتبتدي الناس تجربها على انواع مختلفه من المحتوى علشان نتاكد من جوده الصوره دي مع مختلف انواع المحتوى هتكون زي ما شفناها في المعرض ولا لا. لان الشاشه لما بتكون معروضه في المعرض في ظروف الاضاءه القويه اللي بتكون موجوده في المكان ده بيخليك ما تلاحظش العيوب بتاعه الشاشه زي مثلا البلومينج او الوهج اللي بيكون موجود حوالين الاجسام المضيئه اللي في الشاشه، او مثلا العيوب بتاعه اللوكال ديمينج او غيرها من المشاكل اللي ممكن تلاحظها على جوده الصوره. فعلشان كده كمان بقول لك ما تتسرعش في شراء الشاشه دي دلوقتي لحد ما تكون متوفره في السوق بشكل اكبر ويتم تجربتها بشكل فعلي علشان نعرف كل المشاكل او العيوب اللي ممكن تكون موجوده فيها على مستوى جوده الصوره. والشاشه دي هتنزل الاول في الصين على شهر 3 هتبتدي تكون متوفره في السوق الصيني، وعلى الصيف هتبتدي تتوفر في بقيه دول العالم. وكمان الشاشه دي هيكون متوفر منها مقاس اصغر شويه اللي هو ال100 يو اكس او اللي هيكون بمقاس ال100 بوصه، ولكن المقاس ده هيكون متوفر فقط في السوق الصيني وهيكون متوفر في بعض دول العالم على حسب المبيعات او على حسب الطلبات اللي هتيجي عليه. ولكن اذا ما كانش عندك الميزانيه او المساحه انك تشتري الشاشه ال116 اكس او ال100 يو اكس فمش عايزك تقلق خالص، لان هايسنس هيكون عندها شاشتين جداد السنه دي هيكونوا متوفرين في اغلب دول العالم، والشاشتين دول هم اليو 8 كيو ودي هتكون التحديث او البديل للشاشه اليو 8 ان بتاعت السنه اللي فاتت، واليو 7 كيو برو اللي هتكون بديله لموديل اليو 7 ان بتاع السنه اللي فاتت، والشاشتين دول هيكونوا برضو بيدعموا الشريحه بتاعت ميديا تك البانتونيك 800، يعني الشاشتين دول هيكون فيهم اربع مداخل اتش دي ام اي 2.1 بالاضافه لدعم الريفرش ريت او معدل التحديث ال 165 هرتز بدقه ال 4K. ولكن للاسف هايسنس ما اعلنتش في المؤتمر الصحفي بتاعها عن بقيه المواصفات الكامله للشاشه دي هتبقى ايه بالظبط، فان شاء الله اعمل لكم فيديوهات ثانيه عنها اول ما يكون في معلومات متوفره عنها اكتر من كده. ويمكن تكون اتلخبطت شويه لما سمعت اليو 8 كيو واليو 7 كيو، لان يعني هايسنس السنه دي نطت حرف كده في الحروف بتاعه المسميات بتاعه الشاشات بتاعتها، لان زي ما انت عارف في 2023 كان الشاشه اسمها اليو 8 كي، وفي 2024 بقى اسمها اليو 8 ان،
فالسنه دي هم نطوا حرف او حرفين زياده بقى اسمها دلوقتي اليو 8 كيو. ولكن على اي حال في شاشه هايسنس المايكرو ليد اللي بتكون متوفره بمقاسين السنه دي ضخمين جدا، هم مقاس ال 136 بوصه ومقاس ال 163 بوصه بالاضافه لشاشه هايسنس اليو 9 كيو، فالشاشتين دول هيكونوا بيدعموا نفس المعالج الفلاج شيب اللي هو الهاي فيو اي اي انجن اكس دول شيب اللي هيكون موجود في الشاشه ال 116 اكس وال 100 يو اكس. فالشاشات دي كلها هتكون بنفس المعالج، ولكن الشاشه اليو 8 كيو واليو 7 كيو برو دول هيكونوا اقل شويه في المواصفات او اقل شويه في المعالج. ولكن من المتوقع طبعا ان هيكون في تطويرات مهمه على مستوى السطوع بتاع الاضاءه بتاع الشاشات دي، انه هيكون افضل من السنه اللي فاتت، لان المتوقع لان الموديل بتاع اليو 8 كيو السنه دي البيك برايتنس او سطوع الاضاءه بتاعه يوصل لحد 5000 نتس، وده هيكون ازيد 2000 نتس من اليو 8 ان السنه اللي فاتت. بالاضافه لان زي ما قلت دلوقتي ان موديل اليو 8 كيو هيكون بيدعم شريحه الميديا تك بانتونيك 800، وهيكون فيه اربع مداخل اتش دي ام اي 2.1 بالاضافه لدعم معدل التحديث او الريفرش ريت 165 هرتز بدقه 4K، وده طبعا هيكون افضل من شريحه الميديا تك بانتونيك 700 الموجوده في موديل اليو 8 ان اللي بتدعم مدخلين بس اتش دي ام اي 2.1 ومعدل التحديث او الريفرش ريت 144 هرتز بدقه 4K. وبكده اكون لخصت لك كل الشات التلفزيون الجديده للهايسنس اعلنت عنها السنه دي في معرض سي اس 2025. ما تنساش تشترك في القناه عشان توصلك تحديثات الفيديوهات الجديده بتاعه الشات دي اول ما تبتدي تنزل السوق، واتمنى في النهايه ان الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. وريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.